ديالي مرحبا بكم في فيديو جديد في القناه ديالي صفاء بيوتي. هذا الفيديو هذا غادي نحاول انني نبارطاجي معكم ونشارك معكم واحد التجربه ديالي اللي كانت صراحه تجربه زوينه وما كنتش متيقاها في الاول ولكن صدقات وصدقات زوينه بزاف. فخليكم معايا في الفيديو ما تفلتوش حتى شي لقطه. هذا الفيديو هذا كانت الموضوع ديالو كانت تطرح بزاف 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 عندي في انستغرام وفي اليوتيوب ايضا صفاء، سورتو في الفيديو اللي كنت وجدت فيه وقديت فيه شعري ومكياج بزاف اللي قالوا صفاء ضعفيتي، صفاء اللاطي ديالك تقادات. المهم خليكم معايا في الفيديو باش تعرفوا اشنو درت، شنو هي الحاجه اللي خلات الجناب يدخلوا الكريشه تدخل. خليكم معايا. حاجه غادي نحاول نقول لكم هي انني انا ما كنتش من النوع اللي ما عندهمش جناب، كنت من هنا غليظه ومن الكرش كانت الكرش. فدابا غادي نحاول نوريكم، شوفوا شوف هاد البلاصه هادي ولات صغيره عندي، خصكم تشوفوا باش تلبسي كبوط ولا شي حاجه صغيره بزاف. شوف فهمتوا وانا بالنسبه للكريشه ها انتم باقا هاد شويه. انا صراحه كرشي كانت راكم كنتو كتشوفوها في الفيديو كانت خارجه، بقى لي غير هاد شويه هذا. وبالنسبه لهاد شويه هذا خاصو شي شويه الخدمه، على ما لاحظت ما خاصوش غير داكشي اللي كندير، خاصو الخدمه. انا كنحاول انني نوريكم سي فري كو مشات. بالنسبه للبنات اللي حسب لهم دايره شي حاجه هنا ولا ما عادش هضره غير ها غير صوفيات، ما هاد البلاصه هادي ولات صغيره عندي، ولات صغيره بزاف يعني بلاصه ديال الخصر كيقولوا منطقه الخصر والجنيبات دخلوا وحديتهم تطراسه. ها انتم شفتوا يعني خداو لا فورم ديال اكس هكا. بزاف اللي تيبغيو هاد لاطي هادي، والبنات مني وجبد انا كتعجبني بزاف هاد المنطقه ديال الخصر تكون صغيره ما تكونش كبيره، يعني فاش كتجي عريضه كتجي لا فورم خاسره، ولكن البنت نورمالمون وانت خاص تكون على البلاصه هادي بحال هكذا بالضبط تكون داخله. فهمتوا؟ غادي نحاول انني نبارطاجي معكم الحاجه اللي درتها و لقيت عليها نتيجه بزاف، واللي شفت ان الناس الكوار اونتر بارونتيز الكوار لي فيديو ديالهم حياتهم العاديه كلشي كيكونوا دايرين هاد الحاجه هادي كيبقاو بها كينعسوا بها. وحده كانت خلاتها 8 سنين عرفتو كي ولات، عرفتو كي ولات من هنا ما نعاودش لكم. فالمهم خليكم معايا باش نهضر لكم على القضيه اللي انا تندير واللي نتوما ايضا عارفينها. خليكم معايا في الفيديو وما تفلتوا والو. نبارطاجي معكم اللي هي هادي، هاد السميطه هادي اللي بزاف منكم تيحسب ليهم بلي هاد السنطه ما تدير والو. هاد السنطه هادي تتساعد 100% يعني تنقول لكم 100% ان الجناب يتحيدوا ليك، ان الكرش غادي تبقى ترجع بلاصتها، واهم حاجه ان هاد لي كوبتي كيمشيو، هاد الجناب هادو كيمشيو بلا ما تمشي لاصال وتخدمي وتضيعي وما عرفت اش، كيمشيو بوحديتهم. هادو بعدا هادو كيمشيو بوحديتهم ما تحتاجي ديري حتى شي حاجه. نتوما شوفوا انا كنحاول نزير لكم على لاطاي ديالي باش تفهموني. هادو كيدخلوا شفتوهم تدخلوا بوحدهم، هادو راه الناس تيضربوا عليهم تماله، راه الناس كيمشيو يديروا لي زوبيراسيون غاليين بزباله مال باش كتحيد هاد الجنب وتحيد هاد الجنب. راكم عارفين كلشي، ما يحتاجش انني نقول لكم. انا جيت لهنا غير باش نعاونكم بالنسبه للبنات اللي ما تيقدروش يديروا سبور. الله غالب انا والله ما تنقدر نبوجي من بلاصتي، انا بعدا شخصيا ما عنديش داك الكانه ديال السبور، ما عنديش الكانه ديال انني نتحرك ونجري وهادي وهادي ما قادراش. يعجبني الحركات اللي كندير، كنت كندير السكواد، انا كنت كنخدم الفخاد، كنخدم اللور، كنخدم شي شويه الكتاف، لكن الكرش كتجيني صعيبه. الكرش والجناب كيجيوني الحركات ديالهم صعاب. فانا كنت كنتفرج في لي فيديو ديال البنات الكوار اللي
اللي كيديروا هادشي ديال السبور واللي كيخدموا هادشي ديال الكرش وداكشي، واحد النهار وحده وهي تقول لهم واحد الكوتش قالت لهم انا راني قبل ما نولي بحال هكا سفلت، راه قبل ما دخلت الكريشه ودخلت الجناب راه حتى كنت كنستخدم واحد الصمطه لمده 5 هي هادي هاد لاكين هادي تتشوفوا لمده 5 وهي كتستخدمها. دونك فوالا هادي تنحاول نوريها لكم، كتشد بلي دو غري يعني الاول الثاني الثالث. قالت لهم لمده 5 وانا كنخدم بها وهي عندي في كرشي ما كنحيدهاش حتى كنجي ندخل نغسل. اوكي انا جاتني بيزار، قلت كيفاش هاد السيده كيفاش كتنفس كيفاش كتك ما يمكنش هادشي اللي كتقول السيده راه امبوسيبل، انا ما تيقتش في ديبا. ولكن من بعد ما شفت على ان الهضره ديالها كتهضر بجديه والناس اللي معاها وفي لي كومونتير تيقولوا حنا تبعنا هادشي درتي وهادي وهادي، قلت والله صافا تجربي. اوكي بالنسبه لهاد السمطه الناس اللي هادي يسولوني صفاء من خديتيها، راه خديتها من واحد لو سيت نقول لكم لو بري ديالها خديتها ب 20 درهم، 20 درهم وهي كدير في لو سيت 80 درهم. دونك انا فاش دخلت للسيت لقيت السيت دايرين سولد وفيت فطرت بها ب 20 درهم، وكنت كنقول كوم كوا راه لا كاليتي ديالها ما غاديش تكون زوينه، واش 20 درهم ما تكون زوينه؟ ولكن يا البنات عندي بزاف ليكان، عندي بزاف السماط، عندي دوك اللي كيتشدوا غير تشق تشق، عندي بزاف، ولكن هذه ديال 20 درهم صدقات. انا غادي نشرح لكم بالنسبه للاطاي، نقول لكم لاطاي اللي خديت انا نورمالمون كنلبس ال ولا لا غير ال، مؤخر كنت كنلبس الام وكنلبس ال، هذه خديتها في الاس سمول. علاش؟ لان الصنطه ما خصهاش تكون قد القياس ديال الدوره ديالك، خاصها تكون مزيره فهمتي، يعني في الاول غادي تكون كتجيك صعيبه لا ريسبيراسيون، غتكوني كتحسي بالضيقه ما حاسه شي حاجه هنايا مقجاك، ولكن مع الوقت غادي تولي تولفي. دابا انا باش كنحيدها تنقنط خاصني ضروري نولي نردها عندي. وبالنسبه للبنات اللي عندهم حساسيه في الدات ديالهم يعني كيعرقوا او لا كاين عندهم حبوب صغير، ما ديريهاش ديريكتومون فوق الكور ديالك، سينو خديها بحالي خديها بحال هكا مشبكه فهمتوا، بحال هكا يعني مشبكه كتدخل الهواء وما كتخليش داك العرق محبوس لداخل او لا شي حاجه، اولا لبسي الدوني ديالك يعني لبسي الديباردور ديالك وعاد ديريها هي من الفوق فهمتوا. وبالنسبه للاطاي ديما تنقول لكم خذوا لاطاي صغار منكم، مثلا انا كنت كنلبس ال خديت الاس فهمتوا، انت الا كنتي كتلبسي الاس غادي تاخدي اكس اس ولا دوبل اكس اس فهمتوا، لان اصغر من الاس هي الاكس اس ولا دوبل اكس اس. شنقول لكم البنات هذه نعمه فريمون، هنتني من سبور هنتني اي حاجه. تخيلوا دابا فاش كتلبسي شي سريويل تاي اوت، هو نورمالمون تاي اوت ما خصوش هاد البلاصه تكون عريضه، خصو هاد البلاصه تكون مخدومه تكون بحال هكذا. تخيلوا فاش كتلبسي تاي اوت لهنا وكيتجمع بالسميطه كي كتبان هاد البليصه هادي كتبان يا سلام، او ميم طون كتساعدك على ان لا فورم ديالك تجي بحال هكا فهمتوا. فوالا بالنسبه للبنات انا كنولي نقول لكم خذوا هادي وجربوها على ضمانتي انايا، ثقوا فيا. بالنسبه للبنات اللي كيثقوا فيا خذوا هادي، البنات اللي عندهم الكرش اللي عندهم جناب اللي عندهم، خذي هادي هادي تساعدك اولا باش تحلي هادشي ياك، ثاني حاجه كتساعدك باش ان كرشك تجمع فهمتوا. انا شوفوا كرشي هايا دابا هايا بقات غير هنا والو مشات ليا بقات غير هنا. دونك هاد لابارتي هادي سواء خاصني نزيدها السنطه مزيان سواء خاصني نخدمها، يعني تجيني ساهله انا المهم لي كوتي مشاو دونك هادي تجيك ساهله. النقطه اللي نبغي نقول لك هي اللي كتساعد على ان هادشي يمشي، الماء قرعه الماء ديالك ديري فيها الخار ديري فيها الخيار وديري فيها الحامض. اوكي قطعي الخيار وقطعي الحامض ولوحيهم فيها وجانسيست على الحامض ولوحيهم فيها وخليهم ابار، خلي على ما يطلق داك الماء فيها وبقاي تشربي منها يوميا الصباح وسط النهار وفي الليل فهمتوا، يعني الصباح وفي وسط النهار وفي الليل راه بالزربه راه بسرعه، سيرتو الحامض الحامض راكم عارفين الحاجه الوحيده اللي تساعد باش انها تحرق الدهون هي الحامض فهمتوا. وعاد بلوس دو سا هادي شوف
فانا جيت نحاول نركب هذا محتاكم ونشوف نوريكم الطريقه. سو خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. هي كتجي مزيره البنات، كتجي فريمون مزيره، كتدي غير شويه هكذا تخيلوا ما بقاتش كتجيني مزيره، صافي تجي خاصني ناخذ وحده صغر من الاس. انا دابا عاد خاصني ندوز للاكس اس لان هاد لي كوتي هادو خواو ليا بزاف، ولات كتسد ليا بسهوله. شوفوا هكذا شتو كده نوريكم الطريقه ديال التركاب والطريقه ديال التحيات سهلة. فوالا صراحه زوينه بزاف، انا ما نقدرش نستغنى عليها ما نقدرش. تخيلوا بالنسبه لاختي كتشوفني كنبات بها وداكشي كتقول لي ما يمكنش، كيفاش تي كتنعسي بهذا الشيء؟ راه كننعس بها كنبقى بها ديما، فانا دابا حيتها غير باش نوريكم نتوما حقاش ما يمكنش ليا نخليها راكبه على اللحم ديالي ونوريكم. فانا حاولت اني نوريكم بحال هكا احترام، زعما حاولت انني نوريكم بحال هكا الطريقه، حاولت انني نعطيكم نصائح عليها. بالنسبه للبنات اللي عندهم الكريشه عندهم جناب، انا عطيتكم هذه النصيحه، دخلوا زيدوا قلبوا مزيان وغادي تفهموا مزيان وديروها وشريوها. كما قلت لكم انا كنولي انسيستي لكم ماكينه الصابون هذه دايره الشوا في الدرب. المهم قلت لكم انا كنولي انسيستي لكم على الا كانت لاطاي ديالك كبيره غادي تاخدي صغيره جوج مرات، الا كانت لاطاي ديالك عاوتاني مثلا كما قلت لكم انا عندي ال خديت الاس، انت عندك الاس تاخدي دوبل اكس اس، فهمتوني بحال هكذا. عاوتاني كنتي مثلا دوبل اكس ال غادي تاخدي الام الميديوم، فهمتوني. المهم بحال هكا، هذه هي الطريقه اللي كيمشيو بها التصميطات هادو، راه ما يمكنش تاخديها على ميم طاي ديالك. مثلا انا ال وناخذها في ال، الا خديتها في ال وما غاديش تزير عليا، ما غاديش تضغطني هنايا في الجناب، ما غاديش تضغطني هنايا في الكرش، ما هتضغطنيش في اللور في الظهر، صافي تجي غادي تبقى لاطاي ديالي كما هي، كما انا كما هادي نبقى. وعاد انا فاش خديت الاس راه ما تنسدهاش في الاولى، تنسدها في التاليه هنا صافي. دونك فوالا هادشي اللي كاين. كنتمنى انا نكون فريمون وصلت لكم الفكره، كنتمنى انني نكون فدتكم واحد شويه وعطيتكم واحد الفكره لداكشي اللي انا درت، لان بزاف منكم اللي لاحظوا انني نقصت من هنايا ومشاو لي هنايا، انا كنت غليظه من هنا كنت هكا بطاطا هكا بطاطا. المهم خليكم معايا ما تخليكمش معايا اكيد. صافي سالينا الفيديو، وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. الا عجبكم نزيدي با اون سي لايك سبسكرايب، تخطو في الجرس باش اون فوا كندير شي فيديو كيوصلكم في التليفون. هادشي اللي كاين غزاله ديالي، نشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. غرو بيزو البنات، كنبغيكم.